الاصطفاف هو ثاني اختبار عملي يقوم به المتدرب ويهدف إلى امتحان قدرته على ركن السيارة بشكل موازن ومحاذ للرصيف وفي مساحة محددة بأربعة خطوط بيضاء طولها يعادل حوالي مرة ونصف من طول السيارة. يتألف الاختبار من مرحلتين. المرحلة الأولى هي ركن السيارة بسلاسة ودون تجاوز المساحة المحددة بحساسات من ثلاث جهات، فإذا سمعت صوت التنبيه يعني ذلك أنك لامست أحد الخطوط البيضاء ورسبت في الاختبار. تبدأ هذه المرحلة من سيارة الامتحان المتوقفة بشكل موازن للمساحة المحددة وعلى مسافة تتراوح بين 30 إلى 60 سنتيمتراً من الخط الأبيض على يمين المركبة. اضغط بقدمك اليسرى على دواسة الكليتش أو القابض وقم بتعشيق ترس الرجوع. ارفع قدمك اليسرى تدريجياً عن الكليتش لتتحرك السيارة إلى الخلف ببطء حتى الوصول إلى النقطة المناسبة لبدء الانعطاف. وعادة تكون عند ظهور العمود الأمامي الأيسر في وسط النافذة المثلثة الخلفية اليمنى. اضغط بقدمك اليسرى على دواسة الكليتش إلى آخر مداها وباليمنى على دواسة المكابح لإيقاف السيارة عند نقطة الانعطاف. أدر عجلة المقود يمينا إلى آخر مداها وتابع الرجوع إلى الخلف. توقف عندما تلامس العجلة الخلفية اليسرى الخط الأبيض ويمكنك التأكد من ذلك بتفقد المرآة اليسرى. أدر عجلة المقود يساراً إلى آخر مداها وتابع الرجوع إلى الخلف حتى ظهور العمود الأمامي الأيسر في وسط عجلة المقود وتوقف. أدر عجلة المقود يميناً إلى آخر مداها. قم بتعشيق الترس الأول وتقدم بالسيارة حتى يصبح العمود الأمامي الأيسر في الزاوية السفلية اليسرى للزجاج الأمامي وتوقف. بهذا تكون السيارة قد استقامت في المساحة المحددة دون ملامسة أي من الخطوط البيضاء. المرحلة الثانية للاختبار هي العودة بالسيارة إلى نقطة البداية. قم بتعشيق ترس الرجوع إلى الخلف. أدر عجلة المقود يمينا إلى آخر مداها وارجع إلى الخلف حتى ترى العمود الأمامي الأيسر يتوسط عجلة المقود وتوقف. أدر عجلة المقود يسارا حتى آخر مداها وقم بتعشيق الترس الأول. تقدم حتى ترى العمود الأمامي الأيسر في منتصف النافذة الأمامية اليمنى وتوقف. أدر عجلة المقود يمينا إلى آخر مداها وتقدم حتى تستقيم السيارة. أدر عجلة المقود حوالي دورتين كاملتين حتى تستقيم العجلات وتقدم حتى الوصول إلى نقطة البداية. في حال كانت سيارة الاختبار مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، تبقى خطوات المناورة نفسها مع الاختلاف في طريقة تعشيق التروس وبدء الحركة.